يسعده هو طبعا. وخليني اتكلم في حته مهمه يوم ماتش الاهلي، انا برضو عايز ارجع الحته دي. يوم ماتش الاهلي يعني انا لما قالوا لي مثلا اكلمك او قالوا لي لا بص ابعد عن ماتش الاهلي خالص قبل بربع ساعه وبعد بربع ساعه قول لي بتظبط تمرينك مع الماتش؟ طبعا بتعزل نفسك خالص، بتقفل تلفونك؟ انا سمعت انت بتقفل تليفونك كمان. لا عشان ابقى يعني انا بحب اتفرج على كمان احب طول الوقت ابقى مهتم بالتفاصيل. يعني احنا عندنا كمان لاعبين حتى لو في بدايتهم بحب بشوف اللاعبين دول. يعني انا من قبل يمكن او كان ليا تصريح صغير كده كان قبل المباراه اللي هيلعب فيها اكرم، قلت اكرم هيعمل حاجه هايله جدا يمكن وتسجل على قناه فانا شايف ان احنا عندنا الحمد لله عندنا لاعبين مهمين جدا. بعيدا كمان ان انا مهتم بقى بالتفاصيل دي، عشان كده تلاقيني قبل الماتش بجهز وعارف ايه، وطول اليوم بسمع بس اخبار النادي الاهلي مشغلها طول، حتى لو بعمل اكل ايه لو بجهز والتشكيل اللي هينزل ايه والدنيا ايه طبعا. فانت قاعد متابع بس انا اعتقد ان كل جمهور الاهلي الشغوف بيعمل نفس العمل اللي انا بعمله كلنا كده. لا انا فخور ان اسطوره كبيره ما نسيتوش الاضواء والشهره، لا ما نسيتوش حبه للنادي الاهلي. بالعكس ده جزء من كياننا، يعني ده جزء من حقيقتنا. صحيح.